end of the show for the free number 52 AS Awash. كما نشاهد بداية العرض للمهرة رقم 53. Starting the show for the filly number 53. نتيجة المهرة رقم 52 AS عواش للمالك والمربي الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 89.25 نقطة. The result for the filly AS عواش for the owner and the breeder الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 89.25. نهاية العرض الآن للمهرة